هاد القضيه ديرتيها قلتي لي علاش الناس مازال كيخافوا من طبيب الاسنان. كنظن هاد القضيه وراثيه، ورثوها الاطفال كيورثوها من عند الاباء. ديما في المحادثات ديالهم لي ديسكسيون اللي كيكونوا كيقول ديما كيدي طبيب الاسنان دي سينونيم ديال الالم. انا كنظن العكس، لان الطبيب الاسنان كيحاول يحيد الالم ماشي باش يدير الالم. كنقول هادي كتبقى عنده في العقل الباطني ديالو، داك الوليد دائما ملي كيفكر ندوا عند طبيب الاسنان ولا نحيدوا ديك الصناعه عند الاسنان عند طبيب الاسنان، ديما كتجي الفكره ديالو طبيب الاسنان سينونيم ديال الالم، دونك كتبقى وارثه. انا كنظن غير وراثه. دابا الحمد لله كاين الامور تغيرت بزاف، كاين تخدير محلي. دابا ميم ديك الشوكه ديك الابره ما بقاش كيحس بها المريض، كاين عندك التاج واحد 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 التخدير موضعي، ميم ديك الشوكه ما يقدرش يحس بها. بالنسبه للاطفال كما قلت لك كيكون عندهم مثلا تخوف كبير، دابا الحمد لله كاين كندير لهم واحد التنويم كريم، واحد التنويم سكون ابي لا سيداسيون كونسيونت. المريض كيكون واعي كيشوفك اش كدير ولكني رولاكس، وكيمكن لنا نديروا التخدير وكدوز لاكت كيدوز بسلاسه وبسلام. ما يعني كنظن ما بقاش داك التخوف، وما نظنش ما كاين لا شي بقى الناس يتخوفوا من طبيب الاسنان.